لاحظ سبحان الله، هنا بدأت القرون الوسطى وما يسمونها القرون السوداء، لأنه الكنيسة هي التي طغت على الإمبراطور. لذلك في القرن 17 والـ16 نادوا بفصل الكنيسة عن الدولة، لأن سبحان الله الكنيسة قد انحرفت انحراف كبير عن الشريعة الموسوية الحقيقية. الكنيسة أصبح لديها سلطة وأصبحت ظالمة كثيرا، وسموها بالقرون السوداء. في ذلك الوقت القرون السوداء هي كانت للمسلمين القرون الذهبية، لأنه في ذلك الوقت كان الإسلام قد بدأ بالانتشار وبدأ لدينا العلماء، والعلماء أيضا حتى ليس فقط علماء دين، ولكن أيضا علماء مثل الفيزياء والرياضيات والعلوم البيولوجية وغيرها، والتي طبعا هذا العلم الذي سرق مننا إلى يعني وأخذه الغرب لاحقا. Leo the Great was the first bishop of Rome to claim total authority over the whole or universal church, Catholic meaning universal. He employed an argument already advanced by previous bishops. Jesus made Peter the rock on which he would build his church, and since Peter died in Rome, the Bishop of Rome was therefore his direct successor. أعتقد أنه واضح أن بسبب بطرس وأحد أكبر الحواريين مات في روما، وبذلك الكنيسة اللي هي الهوم أوفيس للكاثوليكية يجب أن تبقى في روما، والكاثوليكية معناتها the universal يعني العالمية الكونية، الكنيسة الكونية. There were five sees at the time. That is a city with a bishop overseeing a large area. هنا يجب أن أتوقف، أريد أن أريكم أنه أصبح هناك خمس كنائس أو خمس طوائف مهمة جدا هي التي نشرت المسيحية المعاصرة، وهي الروم الكاثوليك، القسطنطينية اللي هي الأرثوذكس أو الروم الأرثوذكس، هناك أنطاكيا أيضا هي تابعة للروم الأرثوذكس، هناك القدس، وأيضا الإسكندرية اللي هي الأقباط، أقباط الأرثوذكس. وبعدها طبعا سبحان الله الروم الأرثوذكس والأقباط الأرثوذكس لديهم نفس العقيدة، ولكنهم انفصلوا كطوائف لاحقا، وأصبحت الأقباط الأرثوذكس تختلف عن الروم الأرثوذكس، لا يصلون في كنائسهم. أما مثلا الإسكندرية اللي هي الأقباط الأرثوذكس يوافقون على الكنيسة الإثيوبية، ويمكن أن يذهبوا إلى هناك ويتعمدون ويأكلون ويتناولون الخبز والخمر في شعائرهم وفي طقوسهم، ولكن ليس عند الروم الأرثوذكس. Yeah. The Eastern bishops rejected Leo's claim. The center of Christian gravity remained firmly in the East. نعم. سأتوقف هنا الآن، حان الوقت، ولكن سيدخل الإسلام. نعم. اللي هي الآن أصبح هناك مناقشات وحوارات ما بين طبيعة المسيح اللاهوتية والناسوتية، وكان هذا في القرن الخامس أو السادس الميلادي. جزاكم الله خير، أتوقف هنا بإذن الله. إذا كان عندكم سؤال يمكن أن أجيب على سؤال واحد، وبعدها نكمل غدا إن شاء الله. طب حضرتك، ما معنى كلمة نصرانية؟ بس النصرانية أريد أن أعرف يعني. نعم، شوفي، هي في عدة آراء في هذا الموضوع. النصرانية هم الذين نصروا المسيح عليه السلام، وهم الحواريين، وبالتالي من نصر المسيح في ذلك الوقت يسمى نصارى، وهي أيضا كلمة موجودة في القرآن الكريم تشير إلى هؤلاء الأشخاص الذين يدعون بالمسيحية المعاصرة، وهي أن المسيح هو الله وأنه ابن الله وهكذا. وبالتالي الله سبحانه وتعالى يرد عليهم في القرآن الكريم عندما قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأيضا لقد كفر الذين قالوا إن المسيح أن استغفر الله العظيم، نسيت الآية، بمعنى أن المسيح هو الله أو ابن الله. وبالتالي أنا كمسلمة أسميهم نصارى، لأن الله سبحانه وتعالى أسماهم بذلك من القرآن الكريم. لكن
عند المسيحيين أو النصارى المعاصرين يكرهوا كلمة نصارى ولا يحبون هذه الكلمة لأنها يعني هي جاءت في القرآن الكريم، وإنما يقولون نحن أتباع المسيح الحقيقيين فنحن مسيحيين. وأحاول يعني أن أحترمهم وأسميهم مسيحيين، لأنه سبحان الله يعني أنا لما أجي أتحدث معهم في باللغة الإنجليزية لا أسميهم أو يو نصارى، لا أسميهم أنتم النصارى، وإنما أقول كريشنز، كريشنز يعني مسيحيين، هم أسموا أنفسهم كذلك، لذلك أنا أحترم ما أسموه لذلك، بالرغم أنه أن التعبير ليس صحيح أن أسميهم مسيحيين، لأنهم لا يتبعون أقوال المسيح الحقيقية. المسيح لم يقل عن نفسه أنه هو الله، المسيح لم يطلب لنفسه العبادة. هناك أيضا رأي آخر في هذا الموضوع، يقولون نصارى بمعنى الناصري، يعني أنهم الفرقة الناصرية التي جاءت من الناصرة في فلسطين وأنهم كانوا يتبعون المسيح، لكن أنا أرجح يعني الرأي الأول في هذا الموضوع. جزاكم الله خير، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.